في مجلس الأمة عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامية البرلمانية اجتماعا اليوم حضره رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، حيث تمت مناقشة أهم الموضوعات التي رصدتها اللجنة. من خلال مناقشتها للحسابات الختامية للسنة المالية 2017-2018، وعقب الاجتماع قال المبارك إن الملاحظات المقدمة من قبل اللجنة جديرة بالدراسة، هذا وقد حضر الاجتماع 7 وزراء. إن شاء الله يعني بعد نتيجة هذا الاجتماع مع الحكومة طرحت آليات، عدة آليات معينة، بأن إما تشكل لجنة وزارية تقوم بدراسة هذه الملاحظات مع لجنة الميزانية، لجنة وزارية مصغرة، أو في آلية أخرى لا، أن نفس الحكومة تشكل لجنة وزارية خاصة فيها وترسل نتائج دراستها لهذه الملاحظات إلى لجنة الميزانية. وأيضا من الأفكار أن ما يتم علاجه من هذه الملاحظات وتم التوصل إليه من حلول أيضا تضمن في البيان المالي الختامي قبل مناقشة الميزانية العامة للدولة.